وبركاته. أعزائي الطلاب، طلاب الثانوية العامة اللي منتظرين نتيجتهم بعد ساعات، وحشني جدا. يا رب وفقكم، اللهم اكبر بخاطركم انتوا وأولياء أموركم إن شاء الله. أعزائي الطلاب، بعتذر إن أنا مشغول جدا عنكم، ولكن حبايبي صممت النهاردة أتكلم معاكم شوية عشان خلاص باقي ساعات على النتيجة. أولا حبايبي، أنا عارف لحظة النتيجة مهمة، ولكن عايزكم تفهموا نقطة، إن لحظة النتيجة دي أي نعم مهمة ولكن هي ليست لحظة فارقة في الحياة. يعني إيه؟ يعني لحظة النتيجة يا حبايبي ليست هي نهاية الحياة، وليس هي بداية الحياة. اللهم قربني من قلوبكم. تاني حبايبي، لحظة النتيجة ما تحطوش في دماغتكم ان لحظة النتيجة هي نهاية الحياة او بداية الحياة. ما تحطوش في دماغتكم لو المجموع كبير يبقى انت هتفضل سعيد طول حياتك، ولو المجموع منخفض ما تحطش في دماغك انك هتفضل حزين طول حياتك. حبايبي على فكرة، نجاح الحياة ليس في مجموع الثانوية العامة ولا في الكلية. عارفين نجاح الحياة في ايه؟ في الحياة العملية ما بعد الكلية. يا نهار ابيض، وكمان ما بعد الكلية؟ ايوه، هو ده نجاح الحياة. فخدوا بالكم يا حبايبي، خدوا بالكم من نفسيتكم، بالراحة شوية على اعصابكم. خدوا بالكم، لحظة النتيجة هي مهمة ولكنها ليست نهاية وليست بداية للحياة. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية حبايبي، يوم النتيجة، يوم النتيجة أو قبل النتيجة بيوم، إيه اللي المفروض أعمله؟ أقول لك إيه المفروض تعمله. رقم واحد، أوعى تدخل رقم جلوسك على أي مواقع من المواقع الغير رسمية. يعني خليك على موقع وزارة التربية والتعليم، خليك ماشي رسمي، تمام؟ ولا تدي رقمك لحد من أصحابك ولا أي حد. رقمك مع مين؟ مع المواقع الرسمية اللي هو موقع وزارة التربية والتعليم. بابا قال لك هات الرقم، ادي له الرقم يا حبيب قلبي. ماما قالت لك اديني الرقم، اديها. ده بابا وده ماما، رضا الوالدين يا حبايبي، تاجروا مع الله. من عارف طاعة زي كده تغير المجموع كده ان شاء الله. يا رب وفق حبايبي. رقم واحد، اوعى تدي الرقم لحد من اصحابك او تدخله على موقع غير رسمي، تمام؟ طب رقم اتنين، اسقط الناس من حساباتك. ما تحطش بقى اللود على نفسك، ما تقعدش تقول طب قرايبنا هيتصلوا ويعرفوا المجموع، طب اصحابي، طب اللي اكبر مني، طب الاصغر مني. يعني مش وقته خالص الحته دي، مش وقته حبايبي. انت عمرك ما هتخلي الناس تبطل كلام عليك، ثق تماما. انت لو ما جبتش هيقول لك اصل انت ما ذاكرتش، ولو انت جبت هيقول لك كان نفسنا تجيب اكتر، ولو جبت طب هيقول لك كان نفسي ترتب. فثق تماما حبايبي، خليك ارضي ربنا وخليك عيش الواقع تماما. رقم واحد، اوعى تدي رقمك لحد. طب رقم اتنين، ركز بقى. ايه؟ اقعد مع بابا وماما في اوضه وحديكم، واقعدوا اتكلموا. يا بناتنا، يا رجالتنا، اقعد مع بابا وماما قول لهم يا جماعه، ايه رايكم لو ظهر المجموع ايا كان، ايا كان، انا اهم ولا المجموع؟ هيقولك اكيد انت. قول لهم عشان كده عايزين اللحظات الجايه نبقى ايد واحده في الفرح ان شاء الله، ولو لا قدر الله عايزين نبقى ايد واحده. يا اولياء الامور، يا اخواتي الكبار، خدوا بالكم من اولادكم. احنا مش هنفرح بمجاميع كبيره ونبص ما نلاقيش اولادنا جنبينا. يا جماعه، ما نحولش اولادنا الى اسماء كليات، ده اللي انا اعرفه. خدوا بالكم من الحته دي. يبقى رقم واحد، ما داخلش مجموعه، ما داخلش رقم جنسي لاي حد، تمام؟ رقم اتنين، اقعد مع بابا وماما حكي انا عملت اللي عليا يا جماعه. وخدوا بالكم، عايزين يوم النتيجه نبقى احنا نقدر كده نشد ازر بعضينا، عشان ربما بابا يبقى تعبان او ماما تبقى تعبانه. لا، انا اعطيه مقدمه ان احنا مع بعض، واعطيه مقدمه بالهدوء معايا يا جماعه. واوعى يا جماعه تقعد تقول لهم اصل انا ما ذاكرتش وانا مش هجيب. ليه بتقول كده؟ ليه بتقصوا عليهم؟ لا، احنا اقول لهم ان شاء الله انا عملت اللي عليا والباقي على ربنا. بس على فكره، انا اهم ولا المجموع؟ اقول لك انت. اقول لهم عشان كده ادعوا لي. يبقى انت كده خلاص بقى تحط نفسك نمبر 1، مش بتحط المجموع نمبر 1. خد بالك في الحته دي، ولما تقعد تتكلم مع بابا وماما تقعد راجل،
تقعدي بنوته محترمه وانت بتتكلمي ما تاخدش الموضوع بهرجله ولا بعياط عشان هما ما ينهاروش ويقول انك انت او انت عرفت مجموع ومداري. خد بالك نتكلم معاهم لان ده حدث هيبقى مهم في البيت وليس هو نهايه الحياه وليس هو بدايه الحياه. المجموع ونسقط الناس من حساباتنا ثم نقعد مع بابا وماما تمام كده، يبقى ما ندخلش رقم الجلوس تمام، ونقعد مع بابا وماما ونسقط الناس من حساباتنا تمام، ما نقعدش نفكر في الناس والصحاب والناس هتقول ايه الناس هتقول ايه. عمرك ما هتخلي الناس تبطل كلام حبيبي، مكتوب تحت عرش الرحمن لا امان من ألسنة الناس لا امن من ألسنة الناس، يعني الناس عمرها ما هتبطل كلام على اي حد. دول التلات نقاط. النقطة الرابعة حبيبي، عايزك تسمع الفيديو ده يوم النتيجة الصبح قبل ما تجيلك النتيجة، اسمعه ليلة النتيجة، اسمعه تاني اكني بحكي معاك اكني بصبرك اكني بطبطب عليك، عشان كلكم عارفين ان مستر النجار طول العام الدراسي فيديوهات ونتكلم مع بعض ولايف وغيره وغيره، وكنت دايما بشارككم في اي ظروف ان كانت، فاسمعوا عشان يديك هدوء. بس ما تنسوش الاستغفار حبايبي، اللهم اني استغفرك واتوب اليك، سبح بحمد ربنا حبايبي تمام، سبح بحمد ربنا سبحان الله والحمد لله، سبح بحمد ربنا حبايبي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاء نصر الله والفتح، اذا جاء نصر الله والفتح، نصر ربنا وفتحه، ورأيت الناس يدخلون في دين الله فواجا فسبح بحمد ربك. شوف بقى النصر والفتح، فسبح بحمد ربك، فخد بالك فسبح بحمد ربك واستغفره، اللهم اني استغفرك واتوب اليك، انه كان توابا حبيبي. فخليك في معية ربنا ليلة النتيجة ويوم النتيجة، ما تخافش، اوعى تضرب عن الاكل تماما، تضرب عن الاكل تماما، اوعى خالص حبايبي. حتى لو خبر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله جه سريع او ما يبقاش في شك صدمه ليك ولا حاجه، ممكن تبقى صدمه من الفرحه يا جماعه. فخدوا بالكم يا جماعه اليوم ده نبقى هادين تماما تماما، ولازم يا جماعه تسيستم نفسك انك تتقبل الواقع. وقول لهم كده في البيت يا جماعه خلاص بقى ساعات عايزين نتقبل الواقع كلنا، ما احنا مش هنفرح يا جماعه بمجموع كبير قوي يجيب برضه فرحه يا جماعه بتجيب صدمه برضه، خد بالك. ومش هنفرح يا جماعه يعني ومش هنزعل بالمجموع المنخفض قد ما هنزعل على بابا وماما لو حصل لهم حاجه، ده بابا وماما يا جماعه، فخدوا بالكم. فبالله عليكم سيستم نفسك على الواقع، ولا اللهم اني راضي يوم النتيجه يا جماعه، اقعد جوه اوضتك قبل ما يجي لك خبر النتيجه، واقعد وافضل استغفر وقول اللهم ارزقني الرضا، اللهم برد على قلبي، اللهم ارزقني الرضا، اللهم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، واستغفر يا حبيب قلبي، وان شاء الله ربنا يبرد على قلوبكم ويفرحكم. ومش طالع النهارده اقول لكم كده معناه ان كنتوا هتجيبوا مجاميع وحشه عشان كده طلع اصبركم، خالص انا طالع بس بشارككم هذه اللحظات لاني عارف انها لحظات مهمه ولكن ليست فارقه. ما تنسوش ان شاء الله ربنا يكرمكم، اوصيكم بالاستغفار والهدوء والتسبيح، وان شاء الله ربنا يبعت لكم الاخبار الجميله. واوعى تقول انا ما ذاكرتش هل ربنا يديني، لا خالص يا اخي، خليك دايما مع ربنا، ربنا كريم، واذكر الله ان شاء الله، اذكر الله يذكرك الله، فان شاء الله ربنا يكرمكم باذن الله. حبايبي ربنا يعدي الساعات اللي جايه على خير، بكل البيوت يا رب ان شاء الله يتملي فيها الفرح بسبب اولادنا، ان شاء الله ان شاء الله البيوت هتملي فيها الفرح باذن الله بسبب اولادنا، ويظلوا اولادنا هم مصدر فرحه اهليهم. ربنا ان شاء الله يطمنكم ويسمعكم الخبر الجميل، وان شاء الله هقابلكم في فيديو جديد ان شاء الله بعد النتيجه، وانا ببارك لكم واحنا بنختار الكليات باذن الله مع بعض، ونحدد انا عايز ابقى ايه وبعد كده ان شاء الله هنجح ازاي في مجالي. حبايبي الحلوين شكرا لطيف الاستماع، وهتوحشوني جدا 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 جدا، ويا رب يكرمكم واسمع عنكم اخبار حلوه الساعات الجايه. ربنا يبارك على قلبكم، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.